خير الكلام هو السلام. السلام عليكم أحبة المشاهدين، وأحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. وكالمعتاد يوم الجمعة يجمعنا معكم بهذه الحلقات المميزة من برنامج بضيافة الحسين، ونكون إن شاء الله بأسئلة منوعة وجوائز قيمة تقدم من قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية برعاية مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام. وإن شاء الله راح تكون هذه الحلقة تنال رضاكم كالمعتاد، ويكون المساحة أو تكون المساحة مفتوحة أمام حضراتكم للاتصال والمشاركة إن شاء الله بعد فاصل البرنامج المعتاد، لنفتح مساحة كبيرة أمام حضراتكم لتكونوا ضمن أسرة برنامج بضيافة الحسين عليه السلام، وتكونوا في منطقة ما بين الحرمين الشريفين عند القباب الذهبية الجميلة في كربلاء. إذن خلي روح بفاصلنا المعتاد ونعود مع أجواء برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. من جديد عدنا لكم أحبتنا المشاهدين في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام، وهذه الأجواء الجميلة جدا في كربلاء المقدسة في منطقة ما بين الحرمين. لذا الآن ستظهر أرقام الاتصالات أمام حضراتكم أسفل الشاشة للاتصال والمشاركة في حلقة هذا الأسبوع، لتكونوا إن شاء الله بهذه الأجواء الجميلة جدا. هذا اليوم اختير بالتحديد لتكونوا بأجواء العائلة الكريمة، أجواء يوم الجمعة، أجواء كربلاء المقدسة جميلة جدا يوم الجمعة، خصوصا إذا ما كانت وأحيت مع برنامج بضيافة الحسين، والذي كالمعتاد نطرح به أسئلة منوعة، معلومات عامة، معلومات دينية، معلومات قيمة، لتكونوا إن شاء الله من المستفيدين من هذه المعلومات التي تطرح باستمرار عبر شاشتنا المميزة، شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية. وإن شاء الله هذا اليوم بالتحديد أو هذا الأسبوع بالتحديد هناك كم جديد من الأسئلة إن شاء الله لنشر هذه المعلومة المميزة، لنشر المعلومة المبسطة وإيصالها لحضراتكم وتطبع إن شاء الله في أذهان حضراتكم. أول اتصال ويانا من سارة من كربلاء. مساء الخير يا سارة. مساء الخير يا سارة وجمعة مباركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. جمعة مباركة. جمعة مباركة. الله يحفظكم إن شاء الله. جميع الكادر. الله يسلمكم. سارة أول مرة شاركين ويانا ببرنامج؟ لا ثاني مرة. ثاني مرة ما شاء الله. إن شاء الله تكونين فائزة في حلقة هذا الأسبوع. إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال المخصص إليك يقول هذا السؤال، وهو من المعلومات العامة: الكلمة التي تطلق على كل ذي مخلب هي فراغ، القوارض، الدواجن، الجوارح. والعداد اشتغل. عندك وقت. الاختيار الثالث. الاختيار الثالث الجوارح. بل ثبتين على الإجابة، سامع المعلومة إن شاء الله. إن شاء الله معلومة سهلة وقيمة. ألف مبروك لك، الإجابة صحيحة ودخلتي ويانا قرعة الحلقة يا سارة من كربلاء المقدسة، وإن شاء الله تكوني فائزة بقرعة البرنامج، برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. شكرا لتواصلكم مع أسرة البرنامج. نستمر وياكم أحبتنا المشاهدين باستقبال باقي الاتصالات والمشاركات لتكونوا عبر الهواء مباشرة. عندنا اتصال من إلهام من البصرة. مساء الخير يا إلهام. مساء الأنوار عليكم. حياكم الله، جمعة مباركة. الله يبارك فيكم قناة كربلاء وقناة الإمام الحسين. الله يحفظكم إن شاء الله. السؤال المخصص إليك يا إلهام يقول هذا السؤال: شيء أوحى الله له تعالى ليس من الجن ولا من الإنس، شيء أوحى الله له تعالى ليس من الجن ولا من الإنس، النمل، العنكبوت، النحل. والعداد اشتغل. النمل، العنكبوت، النحل. العداد اشتغل. عندك وقت. انقطع الاتصال للأسف. شكرا لك ولاتصالك يا إلهام من البصرة. وناخذ اتصال من الموصل. من ويانا، جمعة مباركة إن شاء الله تكونون من زوار الإمام الحسين. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام.
حياكم الله، جمعة مباركة. أستاذ أحمد من الموصل. أحمد حياك الله يا أحمد. أحمد أول مرة شاركنا؟ لا أستاذ، ثاني مرة شارككم. ثاني مرة سمعت السؤال اللي طرحناه، راح أكرر لك السؤال مرة ثانية. والسؤال يقول: شيء أوحى الله له تعالى ليس من الجن ولا من الإنس، ما هو هذا الشيء؟ النمل، العنكبوت، النحل. وعندك عداد اشتغل، عندك وقت فكر بالإجابة. هيا أحمد. العنكبوت. العنكبوت، تأكد من الإجابة؟ عندك وقت. تغيير سؤال إذا أمكن. احنا ما عندنا وسيلة مساعدة تغيير السؤال، لكن راح اقول لك الاجابة هاي مو دقيقة. عندك اختيارين بقل، النمل والنحل، والعداد اشتغل. النمل. النمل، ثبت على الاجابة. نقول ان شاء الله. للأسف الاجابة مو دقيقة. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، وايضا انتهى الوقت يا احمد. ان شاء الله نتمنى تكون فائز بالحلقات القادمة من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. وعدنا اتصال من حسين من واسط. مساء الخير حسين. مساء الخير. جمعة مباركة علينا وعليك. الله يحفظك إن شاء الله. حسين، السؤال المخصص لك في حلقة هذا الأسبوع يقول: أكمل قول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء وفراغ، الحجر، الطين، الهواء. العداد اشتغل. ممكن تعيد السؤال؟ أكمل قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء وفراغ، الحجر، الطين، الهواء. وعندك وقت. الطين. الطين، سامع المعلومة؟ نعم. ثبت يعني على الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. نقول ألف مبروك إليك يا حسين، دخلت ويانا بقرعة حلقة هذا الأسبوع. شكراً لك ولاتصالك ومشاركتك، وإن شاء الله تكون فائز بالقرعة وتنال جائزة بضيافة الحسين عليه السلام. شكراً لك. إذن نستمر وياكم أحبتنا المشاهدين بأجواء يوم الجمعة، أجواء برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. وعندنا اتصال من آيات من واسط. مساء الخير يا آيات. مساء النور. السلام عليكم. مباركة. وعليكم السلام، حياكم الله، يوم مبارك إن شاء الله. علينا وعليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. آيات، السؤال المخصص إليك راح يقول هذا السؤال، وأعتقد سؤال جميل جدا، مقولة جميلة جدا: نادوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في فراغ. عداد اشتغل. نادوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في فراغ. عداد اشتغل. دائما ما نكرر هذه المقولة، المصائب، النوائب، المعضلات. عداد يشتغل. نادوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في فراغ. المعضلة. ثبتين على الإجابة؟ للأسف الإجابة مو دقيقة وخلص الوقت أيضا. شكرا. نعم، خلي عم تشارك ويانا. مساء الخير وجمعة مباركة. وعليكم السلام، حياكم الله. من ويانا؟ نور من واصل. نور من واصل، حياك الله يا نور. نور أول مرة شاركين ويانا. أم نور، عفوا. نعم، شارك في الجمعة. أها، ما شاء الله. حالفت الحظ. إن شاء الله. السؤال المخصص إليك يقول، وإن شاء الله يحالفت الحظ هذا الأسبوع: من زرع المعروف حصد فراغ، الشكر، الإحسان، الخير. من زرع المعروف حصد فراغ، الشكر، الإحسان، الخير. لا تستعجلين بالإجابة وعندك وقت. الإحسان يعني أكثر. على أي إجابة ثبتين؟ الشكر، الإحسان، الخير. عندك وقت. نحذف وحدة، نحذف الإحسان، يبقى شكر والخير. شكر. ثبتين على الإجابة؟ نعم بس ما متأكدة. ألف مبروك لك، اللي تتأكدي من الإجابة والإجابة صحيحة ودخلتي ويانا قرعة الحلقة. شكرا يا أم نور، شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. ونستمر وياكم أحبتنا المشاهدين بأجواء حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. وكان السؤال: من زرع المعروف حصد الشكر. عندنا اتصال من علي من النجف الأشرف. مساء الخير يا علي. مساء الأنوار. حياك الله، جمعة مباركة. الله يحفظك. الله يسلمك. أحسنتم إن شاء الله. علي أول مرة شارك ويانا.
نعم أول مرة هيشارك. جميل جدا. طبيعة البرنامج نطرح سؤال وإذا جاوبت على السؤال تدخل بقرعة للفوز بجائزة مقدمة من أسرة برنامج بضيافة الحسين من مؤسسة مصباح الحسين بالتحديد. والسؤال اللي خصص إليك يقول هذا السؤال: نادوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في فراغ. دائما ما نكرر هذا البيت. نادوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في فراغ. والعداد اشتغل. النوائب. ثبت على الإجابة. نثبت إن شاء الله. والإجابة من الكنترول، خليني نسمعها. ألف مبروك لك، إجابتك صحيحة ودخلت ويانا قرعة الحلقة يا علي من النجف. نادوا عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. إذن هذه المقولة دائما ما نكررها. شكرا لك يا علي لاتصالك ومشاركتك ودخلت ويانا قرعة حلقة هذا الأسبوع. عندنا اتصال من منى من كربلاء. مساء الخير يا منى. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. جمعة مباركة. جمعة مباركة علينا وعليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. أول مرة شاركون ويانا يا منى؟ بل جميل جدا. السؤال المخصص إليك يقول هذا السؤال: أكثر فاكهة ذكرت في القرآن الكريم هي فراغ، الرمان، العنب، التفاح. عداد اشتغل. أكثر فاكهة ذكرت في القرآن الكريم: الرمان، العنب، التفاح. عندك وقت، استمعي من الهاتف حتى تكونين يعني مع الوقت. بلي. ها يا منى. أعتقد يعني الرمان. الرمان. عندك وقت، تقدرين تفكرين بالإجابة. فكري بالإجابة أكثر، هذه هي وسيلة المساعدة: الرمان، العنب، التفاح. ها يا منى. يعني ما عندي معلومة. للأسف أيضا خلص الوقت. شكرا لك ولاتصالك، نتمنى تكونين إن شاء الله فائزة بحلقة الأسبوع القادم. شكرا لك ولاتصالك يا منى ومشاركتك مع أسرة البرنامج. ناخذ اتصال آخر من مريم من واسط. مساء الخير يا مريم. ألو. مساء الخير. جمعة مباركة. مساء النور. شلونك؟ الله يحفظكم إن شاء الله. مريم من وين تكلمينا؟ من واسط؟ ألو. نستمع لك يا مريم. من محافظة الديوانية. من الديوانية. حياك. نعم. يا مريم. مريم نصينا التلفزيون وسمعينا من الهاتف فقط. ايه نصيته. جميل جدا. السؤال المخصص إليك يقول هذا السؤال: أكثر فاكهة ذكرت بالقرآن الكريم هي العنب، التفاح، الرمان. والعداد اشتغل. ساعدني شوي، احذف لي وحدة. نحذف التفاح، يبقى الرمان والعنب. العنب. ثبتين على الإجابة؟ ايه. متأكدة إن شاء الله من الإجابة؟ عندك وقت للتفكير. الرمان. ثبتين على الرمان؟ يلا هثبت. للأسف الإجابة مو دقيقة، حاولت أساعدك يا مريم لكن الإجابة الصحيحة هي العنب. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. أنا حذفت لك إجابة من الإجابات، كانت التفاح. والإجابة الصحيحة هي أكثر فاكهة ذكرت بالقرآن الكريم هي العنب. شكرا لك ولاتصالك. عند اتصال من عباس من واسط. مساء الخير يا عباس. مساء النور. جمعة مباركة. نعم عباس، ايش قد عمرك؟ عمرك 12 سنة. راح اسألك. نعم. سؤال سهل ان شاء. نعم. الله. ما هو. نعم. الشيء الموجود في كل شيء؟ ما هو الشيء الموجود في كل شيء؟ هاي حزورة. الماء، الاسم، الهواء. عداد اشتغل. ما هو الشيء الموجود في كل شيء؟ الماء، الاسم، الهواء. كل واحد أدى جنسية ويتميز عن الآخر بشيء. شنو هو؟ الاسم. ثبت على المعلومة. نعم. ألف مبروك لك، الإجابة صحيحة يا عباس من واسط. دخلت ويانا قرعة الحلقة وإن شاء الله تكون فائز في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. إذن نستمر وياكم أحبتنا المشاهدين باستقبال باقي الاتصالات والمشاركات. وعدنا اتصال من محمد من كربلاء أعتقد. مساء الخير يا محمد. مساء النور. حياك الله. محمد من النجف الأشرف. معذره من النجف الأشرف. حياك. جمعة مباركة يا محمد. علينا وعليكم. الله يسلمك إن شاء الله. محمد، السؤال المخصص لك يقول: أول رسول من أولي العزم هو آدم، نوح، إبراهيم. عداد اشتغل.
أول رسول من أولي العزم، آدم أم نوح أم إبراهيم؟ والعداد يشتغل. كرر السؤال. أول رسول من أولي العزم، آدم، نوح، إبراهيم. عداد يشتغل، عندك وقت. ها يا محمد. نحذف لي واحد. تقدر نبي. نحذف لك إجابة، نحذف إبراهيم، يبقى آدم ونوح. آدم ونوح. آدم. آدم. ثبت على الإجابة. ثبت. للأسف الإجابة مو دقيقة. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، أتمنى لك حظ أوفر بالحلقات القادمة يا محمد من النجف الأشرف. والإجابة صحيحة، أول رسول من أولي العزم هو نوح عليه السلام. شكرا لك يا محمد ولاتصالك ومشاركتك، ونستمر وياكم أحبتنا المشاهدين بأخذ باقي الاتصالات. وعدنا اتصال من أم زينب من واسط. مساء الخير أم زينب. مساء الخير. حياكم الله، جمعة مباركة. الله يسلمك. رحم الله والديك. الله يسلمك إن شاء الله. أم زينب، السؤال المخصص إليك راح يكون هذا السؤال: من هو أول من صنع المسبحة ذات الحبات للتسبيح لله تعالى؟ من هو؟ السيدة فاطمة الزهراء. السيدة فاطمة. تبتين على الإجابة؟ نعم. سامع المعلومة؟ إن شاء الله. ألف مبروك إليك، الإجابة صحيحة يا أم زينب، ما شاء الله معلومات جميلة. وهذه التربة كانت من طين قبر الحمزة، عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك، ودخلتي ويانا قرعة الحلقة يا أم زينب. والإجابة الصحيحة، أول من صنع المسبحة هو سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. عندنا اتصال آخر، نقول مساء الخير وجمعة مباركة. الله يبارك فيكم، مساء الخيرات. الله يحفظكم. من ويانا؟ الهام من البصر، تونا من قطع اتصالي. الهام من البصر، حياك الله يا الهام. الله يحييك. الله يسلمكم. الهام، السؤال المخصص إليك راح يكون لابد انه يتغير السؤال، لان ذاك سؤال جاوبوا عليه الاخوه. السؤال يقول: كم عدد ركعات صلاه الليل؟ 13 ركعه، 12 ركعه، 11 ركعه. والعداد اشتغل. 11. تفتين على الاجابه؟ اثبت. يعني متاكده من المعلومه؟ متأكدة. حسن صليتي مرة. ألف مبروك إليك، الإجابة صحيحة. محمد. نعم. محمد أريد تندعين عندي. إن شاء الله. إن شاء الله ما ننساكم من الزيارة والدعاء. إن شاء الله ما ننساكم من الزيارة والدعاء. شكرا إليك ولاتصالك ومشاركتك يا ألهام من البصرة، وأتمنى لكم مساء سعيد وجمعة مباركة. وأنا مثل ما نوهت أنه في ختام الحلقة ندعو لجميع الأخوة المتصلين والمشاركين معنا في برنامج بضيافة الحسين. علي من كربلاء، مساء الخير يا علي. أهلا بك، حياك الله، جمعة مباركة. جمعة مباركة عليك إن شاء الله. الله يسلمك. علي، السؤال المخصص لك يقول هذا السؤال: أول شجرة ثبتت أو نبتت على وجه الأرض؟ أول شجرة نبتت على وجه أول الأرض شجرة ثبتت هي التفاح، النخل، العنب. العداد اشتغل. ها يا علي، عندك وقت. العداد اشتغل. النخل. نخل. ثبت على الإجابة. نعم ثبت. ألف مبروك لك، الإجابة صحيحة. شكرا لك يا علي لاتصالك ومشاركتك، ودخلت ويانا قرعة الحلقة، وإن شاء الله تكون فائز معنا في أسرة برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. وناخذ اتصال آخر، نقول مساء الخير ونستمر إن شاء الله باستقبال باقي الاتصالات. أم علي من كربلاء، مساء الخير يا أم علي. مساء النور، حياكم الله، جمعة مباركة عليكم علينا إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. أم علي، أول مرة شاركين ويانا؟ نعم أول مرة. جميل جدا. طبيعة البرنامج، نطرح سؤال وإذا جاوبتوا على هذا السؤال تدخلون قرعة في ختام البرنامج، دي إن شاء الله تكونوا ضيوفا عند الإمام الحسين عليه السلام. والسؤال المخصص لك يقول هذا السؤال: ما اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام؟ نص التلفزيون أم علي، نص التلفزيون حتى أسمعك بشكل واضح. ما اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام؟ جبل أبي قيس، جبل أحد، جبل الجودي. والعداد اشتغل. خيارات. انطيتك خيارات. احذف احد الاجابات. جبل ابي قيس، يبقى جبل احد وجبل الجودي. والعداد يشتغل. معلومه واضحه، واعتقد طارحيها باكثر من حلقه. يعني بقى
ما اسمه الجبل بقنا اثنين ما اسمه الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام والمعلومة موجودة في دعاء السماد جبل أحد جبل أجودي ايش تختارين أحد ثبتين على الإجابة إن شاء الله خلينا نسمع الأخوة الكونترول للأسف الإجابة مو دقيقة شكرا لك يا أم علي لاتصالك ومشاركة الجبل الجودي هي الإجابة الصحيحة على هذا السؤال ما اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام جبل الجودي عندنا اتصال من ذي قار من ويانا مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام جمعة مباركة من ويانا عبد الله عليك على الجميع إن شاء الله عبد الصمد السعيد من نافيه عبد الصمد حياك الله يا عبد الصمد عبد الصمد السؤال المخصص لك راح يقول هذا السؤال أول موضع نزل فيه القرآن الكريم هو الكعبة المشرفة غار حراء بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والعداد اشتغل بس عندنا السؤال أول موضع نزل فيه القرآن الكريم الكعبة المشرفة غار حراء بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداد اشتغل عندك وقت ها يا عبد الصمد الكعبة الكعبة المشرفة ثبت على الإجابة نعم والله إذا ساعدنا بعد كيفك ثبت على الإجابة عندك وقت ها يا عبد الصمد ثبت على الإجابة للأسف الإجابة مو دقيقة شكرا لك ولاتصالك وأتمنى لك حظ أوفر بالحلقات القادمة كان عندك وقت يا عبد الصمد شنو تقدر تختار الإجابة الصحيحة وإن شاء الله تكون فائز في الحلقات القادمة إذا أحبتنا المشاهدين نستمر بأجواء بضيافة الحسين عليه السلام لكن من بعد فاصل قصير ونواصل كونوا معنا لكم أحبتنا المشاهدين بأجواء حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام وإن شاء الله تكون أجواء مميزة وأجواء بمعلومات قيمة جدا لحضراتكم نستمر باستقبال باقي الاتصالات والمشاركات مع الأسئلة المنوعة والمميزة التي تقدم عبر شاشة الإمام الحسين الفضائية إذن المساحة مفتوحة أمام حضراتكم للاتصال والمشاركة وعندنا اتصال من علي من بغداد مساء الخير يا علي السلام عليكم يا حبيبي وعليكم السلام جمعة مباركة علينا وعليكم الله يحفظك إن شاء الله علي أول مرة شارك ويانا نعم جميل جدا طبيعة البرنامج نطرح سؤال وإذا جاوبت على السؤال تدخل بقرعة للفوز بجائزة مقدمة من بركات الإمام الحسين عليه السلام وهذه الجائزة هي لضيافة الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله أتمنى تنصيلي تلفزيون أول شيء حتى أسمع لك وتسمع لي من الهاتف ويكون الصوت واضح نعم. السؤال المخصص لك راح يقول هذا السؤال أيهما أكثر ذكرا في القرآن الكريم الجنة أم النار العداد اشتغل الجنة الجنة نعم. ثبت على الإجابة إن شاء الله للأسف الإجابة مو دقيقة شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك وأتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله يا علي والإجابة إن شاء الله ما ننساكم من الزيارة والدعاء في ختام الحلقة والإجابة الصحيحة هي النار 131 مرة ذكرت في القرآن الكريم شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك إذن نستمر وياكم باستقبال باقي الاتصالات وعندنا اتصال من حسن من النجف الأشرف مساء الخير يا حسن مساء الخير جمعة مباركة جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله إن شاء الله على الجميع الله يسلمك حسن أول مرة شارك ويانا لا ثاني مرة ثاني مرة فزت المرة الأولى لو لا لا والله أنا ما فزت على لي على المختار سألتونون قطعت الجواب أها إن شاء الله تكون فائز بالحلقات القادمة وحلقة هذا الأسبوع إن شاء الله هي المهم المشاركة مو الفوز فعلا المشاركة أهم والسؤال المخصص لك يقول هذا السؤال من القائل إن الله جميل يحب الجمال من القائل
إن الله جميل يحب جمال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام علي عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، والعداد اشتغل. الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت في النجف الأشرف. الإمام علي، الإمام علي. ثبت على الإجابة. ثبت. يعني نقول ألف مبروك. إن شاء الله. إن شاء الله. ألف مبروك لك. الإجابة صحيحة، وإن شاء الله ما تنسانا من الزيارة ودعاء في النجف الأشرف أسرة برنامج في ضيافة الحسين. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك إن شاء الله، ونتواصل وياكم أحبتنا المشاهدين باستقبال باقي الاتصالات. وعندنا اتصال من كربلاء من طواريج. مساء الخير وجمعة مباركة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، جمعة مباركة. من ويانا؟ تبارك الله. تبارك، حياك الله يا تبارك. تبارك، نص التلفزيون وتكلمي من الهاتف حتى استمع لك بشكل واضح. جميل. السؤال المخصص لك يا تبارك يقول هذا السؤال: كم عدد الأشهر الحرام في القرآن الكريم؟ كم عدد الأشهر الحرام في القرآن الكريم؟ أربعة. تعرفين أسماءهم بالتحديد؟ محرم، صفر، رجب. رجب الحج، محرم وصفر. إذا الإجابة الصحيحة، دخلتي ويانا قرعة الحلقة يا تبارك، والإجابة الصحيحة هي ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب. ألف مبروك لك ولاتصالك ومشاركتك، وإن شاء الله تكونين فائزة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. إذا ناخذ اتصال اخر، نقول مساء الخير وجمعه مباركه. الو. الو، مساء الخير علينا وعليكم. الله يحفظكم ان شاء الله. من ويانا؟ ام سجاد من محافظه الديوانيه. حياك الله يا ام سجاد من الديوانيه. ام سجاد اول مره شاركينا؟ لا، ثاني مره. جميل، بس ما فزت. ان شاء الله تكوني فائزه بحلقه هذا الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال المخصص لك يقول هذا السؤال: أين يقع مسجد قباء؟ أين يقع مسجد قباء؟ في الطائف، في مكة، في المدينة المنورة؟ واشتغل العداد. الطين حذف لي وحدة. نحذف الطائف، يبقى مكة والمدينة المنورة. وقلت المساحة. شنو السؤال هو؟ بالإجابة. أين يقع مسجد قباء؟ أين يقع مسجد قباء؟ مكة أم بالمدينة المنورة؟ العداد يعمل. مدينة المنورة. المدينة المنورة، ثبتين على الإجابة؟ إن شاء الله. إن شاء الله، ألف مبروك لك، الإجابة صحيحة، ودخلتي ويانا قرعة الحلقة يا أم سجاد من الديوانية، وإن شاء الله أتمنى لك مساء سعيد. شكرا. وجمعة مباركة، شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. ويقع مسجد قباء في المدينة المنورة بالتحديد. إذا ناخذ اتصال آخر من ميسان. مساء الخير وجمعة مباركة. نصين التلفزيون واستمع من الهاتف حتى أسمع بشكل أوضح. أعتقد الاتصال مو واضح، انقطع الاتصال للأسف. أتمنى الاستماع يكون من الهاتف حصرا حتى نقدر نستمع لكم بشكل واضح، وتكونون إن شاء الله مشاركين معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين بهذه الأسئلة المنوعة، هذا الكم الجميل من الأسئلة والمعلومات الغنية. نستقبل باقي الاتصالات والمشاركات، ونستمر إن شاء الله بأخذ باقي الاتصالات من جميع المحافظات العراقية. وعندنا اتصال من السماوة. من ويانا يا حيدر؟ مساء الخير. الجمعة مباركة. خضير عباس، حياك الله يا خضير. مساء الخير، جمعة مباركة. جمعة مبارك عليك وعلينا. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمكم ان شاء الله. دعاك يا سيد الشهداء رحمه الله والديك. ان شاء الله ما ننساكم من الزياره والدعاء. والسؤال المخصص لك يا خضير يقول هذا السؤال: اين دفن مالك الاشتر رضي الله عنه؟ اين دفن مالك الاشتر رضي الله عنه؟ سوريا، فلسطين، مصر؟ عداد اشتر. سوريا، فلسطين، مصر. مصر. لا، سوريا. سوريا، ثبت على الاجابه؟ لا، ثبت على الاجابه. يعني متأكد من المعلومة؟ متأكد من الإجابة، نعم صادق. للأسف الإجابة مو دقيقة. شكرا لك ولاتصالك. شكرا. ومشاركتك، وإن شاء الله تكون رابح في الحلقات القادمة من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. ونستمر بأخذ باقي الاتصالات والمشاركات عبر شاشة الإمام الحسين الفضائية الثانية، لتكونوا إن شاء الله
بأجواء هذه الحلقة. وعندنا اتصال من عبد الله. مساء الخير يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، جمعة مباركة. وعليكم السلام. عبد الله اسمعني من التليفون وابتعد عن التلفزيون، نص التلفزيون. عبد الله ايش قد عمرك بالبداية؟ 12 سنة. السؤال المخصص لك يقول، راح اسألك سؤال من العلوم، خلينا نشوف معلوماتك. اذكر حيوان من الحيوانات البرمائية، اذكر حيوان من الحيوانات البرمائية التي تعيش في الأرض يعني في اليابسة والماء. الضفدع. ثبت على الإجابة إن شاء الله. ألف مبروك لك الإجابة صحيحة ودخلت ويانا قرعة الحلقة. شكرا لك يا عبد الله ولاتصالك ومشاركتك، وإن شاء الله تكون فائز بحلقة هذا الأسبوع. ولتنويه اليوم نطرح هذه المعلومات بشكل مبسط إن شاء الله لأطفالنا، لنشر ثقافة جميلة ونشر هذه المعلومات. نستمر وإياكم ونأخذ باقي الاتصالات والمشاركات. عندنا اتصال أم أحمد من كربلاء. مساء الخير يا أم أحمد. مساء النور. حياكم الله. مباركة. الله يحفظكم علينا وعليكم إن شاء الله. الله يسلمكم يا أم أحمد. أم أحمد السؤال المخصص إليك يقول، أين دفن مالك الأشتر؟ طرحت هذا السؤال. أين دفن مالك الأشتر؟ سوريا، فلسطين، مصر. والعداد اشتغل. مالك الأشتر وين دفن؟ سوريا. عندك عداد؟ أي. سوريا، فلسطين، أم مصر؟ عداد يعمل. أحذف لوحدك. نحذف سوريا، يبقى فلسطين ومصر، والعداد يشتغل. تختارين. هاي يا أم أحمد. خيارات. الوقت راح يخلص للأسف. أعتقد الوقت انتهى. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك يا أم أحمد. نتمنى لك حظ أوفر، والإجابة صحيحة هي في مصر، دفن مالك الأشتر في مصر. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. نكمل باقي الاتصالات والمشاركات معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين. عندنا اتصال من بابل. مساء الخير وجمعة مباركة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، جمعة مباركة. ممكن نشارك؟ علينا وعليكم. تفضلوا، من ويانا؟ هديل حافظ من بابل. هديل، حياك الله يا هديل. هديل، السؤال المخصص إليك راح يكون، أكمل المثال أو المثل التالي، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه فراغ. الكلمة، العلامة، الإشارة. الإشارة. عداد يعمل. الإشارة. نعم. سامعت هذا القول؟ نعم سامعت. جميل جدا، ألف مبروك لك الإجابة صحيحة ودخلتي ويانا قرعة البرنامج يا هديل، وإن شاء الله تكوني فائزة ببركات الإمام الحسين عليه السلام مع أسرة بضيافة الحسين عليه السلام. إذا نستمر وياكم بأخذ باقي الاتصالات والمشاركات في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام، وإن شاء الله تكونون معنا بهذه الأجواء المميزة، أجواء المسابقات، أجواء الربح والفوز بجوائز قيمة واستلهام أو أخذ المعلومات الجميلة جدا التي تطرح بهذه الأسئلة المبسطة. إذن نستمر بأخذ الاتصالات، وعندنا اتصال من جاسم. مساء الخير يا جاسم وجمعة مباركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك إن شاء الله. الله يحفظك. جاسم من وين تكلمنا؟ القاسم، من أحد القاسم. من القاسم، حياك الله يا جاسم، حيا الله جميع أهلنا بالقاسم. والسؤال المخصص إليك يقول، هذا السؤال سؤالك راح يكون، كم كان عمر النبي يوسف عليه السلام عندما ألقوه في البئر؟ 7 سنوات، 10 سنوات، 9 سنوات. العداد اشتغل. لا، 9 سنوات. 9 سنوات. ثبت على الإجابة. ثبت. سامع هذه المعلومة؟ لا والله. يعني اختيار عشوائي. ما سمعت. يعني اختيار عشوائي. لا بس أنا أتابع القصة ما في التلفزيون. ألف مبروك لك الإجابة صحيحة. 9 سنوات هي الإجابة صحيحة. شكرا لك ولاتصالك. كان عمر النبي يوسف عليه السلام عندما ألقوه في البئر 9 سنوات. شكرا لك يا جاسم. عندنا اتصال من تحسين من البصرة. مساء الخير يا تحسين. حبيب مساء النور، حياك الله. جمعة مباركة عليكم وعلينا. الله يحفظكم ان شاء الله. اول مره شارك ويانا؟ اي والله اول مره. حبيب. جميل جدا. السؤال المخصص لك يقول، هذا السؤال، ماذا كان يعمل النبي ادريس عليه السلام؟
نجار خياط حداد، والعداد اشتغل خياط. خياط ثبت على الإجابة. ثبت حبيبي. إن شاء الله نقول إجابة صحيحة، متأكد من المعلومة حبيبي؟ نعم متأكد. ألف مبروك لك، الإجابة صحيحة ودخلت ويانا قرعة الحلقة يا تحسين من البصرة. شكرا لك لاتصالك ومشاركتك، وإن شاء الله تكون فائز بحلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. وعندنا اتصال من أم علي من كربلاء. مساء الخير يا أم علي. جمعة مباركة، حياكم الله. علينا وعليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. أم علي أول مرة شاركينا؟ نعم نعم. جميل جدا. السؤال المخصص إليك يا أم علي يقول هذا السؤال: ماذا كان عقاب قوم ثمود؟ القمل، أغرقهم الله، أهلكهم بالطاغية، والعداد اشترى. ممكن تعيد السؤال؟ ماذا كان عقاب قوم ثمود؟ ماذا كان عقاب قوم ثمود؟ عداد اشتغل. القمل، واحدة من الخيارات. القمل، أغرقهم الله، أهلكهم بالطاغية. خلينا نشيل القمل، يبقى أغرقهم الله أو أهلكهم بالطاغية. عندك وقت. ممكن حذفت لك الاختيار الأول. عندك خيارين. شنو بقى؟ أغرقهم الله، أهلكهم بالطاغية. أعتقد الوقت راح يخلص. أغرقهم. للأسف. نعم. الإجابة مو دقيقة. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك يا أم علي، ونتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله بالحلقة القادمة من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. والإجابة الصحيحة: أهلك الله قوم ثمود، أهلكهم بالطاغية أي الصيحة. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. نستمر بأخذ باقي الاتصالات والمشاركات في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام، لتكونوا إن شاء الله فائزين معنا في هذه الحلقة. وعندنا اتصال من أحمد. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير. جمعة مباركة علينا عليكم. الله يحفظكم. أحمد من وين تكلمنا؟ من بغداد. من بغداد، حياك الله يا أحمد وحيا الله جميع أهلنا ببغداد. والسؤال المخصص لك يقول: من هو الشخص الذي أوتي الحكمة ولم يؤت النبوة؟ لقمان، هود، صالح. عداد اشتغل. ممكن تحذف واحد؟ أعتقد السؤال واضح، وطرحت هذا السؤال أكثر من مرة، تقدر تفكر بالإجابة. الإجابة واضحة. أي السؤال؟ من هو الشخص الذي أوتي الحكمة ولم يؤت النبوة؟ لقمان، هود، صالح. هاي أحمد، لقمان الحكيم. ألف مبروك لك، الإجابة صحيحة، دخلت ويانا قرعة الحلقة. شكراً لك ولاتصالك ومشاركتك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. إذا نستمر وياكم أحبتنا المشاهدين بأخذ باقي الاتصالات. وعندنا اتصال من النجف الأشرف. مساء الخير وجمعة مباركة علينا وعليكم. بعد أول. الله يحفظكم. من هنا؟ بهاء من النجف. بهاء من النجف، حياك الله يا بهاء. بهاء، السؤال المخصص لك يقول: بما أنه أنت بالنجف، هو قول للإمام علي عليه السلام: لكن لا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من فراغ الحلم، الجود، الشجاعة. عداد اشتغل. استمع لي من الهاتف. لا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من فراغ الحلم، الجود، الشجاعة. عداد مشتغل. الشجاعة. شجاعة. ثبت على الإجابة. أثبت على الإجابة. للأسف الإجابة مو دقيقة. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك يا بهاء، وأتمنى لك حظ أوفر في حلقة الأسبوع القادم من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام، وإن شاء الله تكون فائز معنا في الحلقات القادمة. إذن نستمر وإياكم أحبتنا المشاهدين بأخذ باقي الاتصالات. وأيضا اتصال آخر من النجف من عامر. مساء الخير يا عامر. مساء النور سعدنا. جمعة مباركة علينا وعليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. عامر أول مرة شاركنا؟ تفضلي، أول مرة. جميل جدا. أنا طرحت السؤال وراح أكرر السؤال مرة ثانية، والسؤال المخصص لك يقول: قال الإمام علي عليه السلام: لا كنز أنفع من العلم، ولا عز أرفع من فراغ الحلم، الجود، الشجاعة. عداد اشتغل. الشجاعة. شجاعة. ثبت على الإجابة. اي بني. تابعت الحلقة اليوم؟ بني تابعت. للأسف الإجابة مو دقيقة. كررت السؤال مرة ثانية، كانت الإجابة غير دقيقة. شكرا لك ولاتصالك
ومشاركتك، والإجابة الصحيحة هي الحلم. وآخر اتصال ويانا بحلقة هذا الأسبوع من رزاق من الناصرية. مساء الخير يا رزاق. جمعة مباركة يا رزاق، مساء الخير. جمعة مباركة عليكم أستاذ، وتحياتكم. الله يحفظكم إن شاء الله. الإمام الحسين، وإن شاء الله أنتم سعيدين وفي خدمة الناس. الله يحفظكم إن شاء الله. رزاق، قالوا لي الأخوة بالكنترول أنت شاعر. نعم. تبدي مشاركتك الشعرية قبل أو بعد السؤال؟ شنو رأيك؟ كيفك أستاذ؟ أنا كل أشارك الله يحفظكم. دائماً بالمناسبات. الله يحفظكم. خلينا نسمع بيت أو أبيات من الشعر ونطرح عليك السؤال. بيت أبو ذية بحق الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. حسين حب حسين على الفطرة. حسين حب حسين على الفطرة. حسين مثل السيل بدمانة. حسين حسين عبد والله ما ننسى. حسين لأن هو الشفيع ابني للذكية. صلوات الله مصلي على محمد وآل محمد. أحسنتم يا رزاق، وفقتم إن شاء الله على هذا الصوت وعلى هذه الكلمات إن شاء الله في خدمة الإمام الحسين. السؤال المخصص لك يقول: ماذا تسمى الحياة في القبر؟ حياة البرزخ، حياة الآخرة، حياة يوم القيامة، والتآخر. البرزخ. البرزخ. ثبت على الإجابة. نعم سات. وللأسف الإجابة صحيحة. ألف مبروك لك ولاتصالك ومشاركتك يا رزاق، وإن شاء الله تكون فائز معنا في حلقة هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لك، وشكرا لجميع من اتصل معنا في حلقة هذا الأسبوع. إذن خلونا نروح بفاصل قصير ونعود لإجراء القرعة ونشوف من الفائز بحلقة هذا الأسبوع. فاصل ونواصل، كونوا معنا. من جديد نعود لكم أحبتنا المشاهدين في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين. وهذه الأسماء أغلقها إن شاء الله، وأخلي هذه الأسماء بالقرعة، وخلي نشوف من الفائز ويانا بحلقة هذا الأسبوع، وإن شاء الله تكونون جميعا فائزين ومشاركين. إذن هذه الأوراق أمزجها أمام حضراتكم، وخلي نختار واحدة من القصاصات ونشوف من الفائز بحلقة هذا الأسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. اختاريت احدى القصاصات، وخلي نشوف من الفائز. والفائز هو سارة من كربلاء. الف مبروك يا سارة من كربلاء، انت الفائزة بحلقة هذا الاسبوع من برنامج بضيافة الحسين عليه السلام. يعني بامكانكم ان شاء الله مراجعة قناة الامام الحسين الفضائية لاستلام الجائزة المخصصة لكم يا سارة من كربلاء، وإن شاء الله جميع فائز معنا في حلقة هذا اليوم بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. إذن وصلنا وياكم لختام حلقتنا، على أمل الملتقى في حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.